وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده معانا طريقه تخليل الزيتون. طبعا احنا في موسم الزيتون ما ينفعش ما نخللهوش. النهارده هقول لكم على كل تفاصيله ازاي بيتخلل بطريقه سهله ان شاء الله. اول حاجه انا معايا 2 كيلو زيتون كده تفاحي دوت، انا هطمن بالليل في ميه ومعلقتين ملح بس. معايا نص كيلو جزر مبشور، معايا كيلو ليمون، انا اخده العصير بتاعه والقشر بتاعه بغليه غلوتين على النار وبصفيه وهخلله مع الزيتون. معايا ربع كيلو فلفل احمر كده، ده انا هفرمه مع الثوم، وربع كيلو فلفل اخضر متقطع حلقات. معايا خل، معايا عصفر، حبه البركه وملح، معايا حزمه قرفس، ومعايا سكر، ومعايا ثوم. تعالوا نبتدي الوصفه مع بعض. اول حاجه انا صفيت الميه اللي انا كنت نقع فيها الزيتون من بالليل وغسلته كويس جدا. بعد كده هبدا افتحه كده فتحتين بس صغيرين عشان خاطر ما يتهريش منك. اهو اخلصه انا كله كده، انا وشقيته كله اهو من الجنبين. لو انت بقى عايزه الزيتون يقعد عندك مده طويله او مش هتفتحي عليه دلوقتي، ما تشقوش، اعمليه زي ما هو. انا هو خلاص هو شقيته كده. هعمل بقى ايه الاول؟ لازم اعمل اول الفلفل مع الثوم الاول. عندي الكبه اهي احط فيها الفلفل الاحمر، يبقى انا هضرب بس الفلفل الاحمر مع الثوم. انا حطيت اهو الربع كيلو فلفل الاحمر مع راس ثوم. يا جماعه المقادير ديت على 2 كيلو زيتون. بعد ما ضربت اهو الفلفل مع الثوم ضرب خشن كده، هجيب بقى الزيتون، هجيب الزيتون اهو وانزل عليه بالفلفل كده. طبعا والفلفل الاخضر انا مقطعه حلقات، وبشر الجزر. والقرفس، حزمة القرفس. طبعا العصفر، انا جايب 5 جنيه عصفر و5 جنيه حبة البركة. وابتدي بقى اقلبهم كلهم مع بعض. انا حطيته في حاجة اكبر كده وقلبته. بس جمال الالوان حلوة قوي. حط عليه كمان الليمون ده اللي انا غليته غلوتين بس، اللي انا اخدت ميته كيلو الليمون، اخدت الميه بتاعته اللي هعمل فيها المحلول الملحي، ودوت اللي هو اهو القشر غليته غلوتين بس وصفيته وسبته لما يبرد، وهقلبه برده مع الخلطه دي. دي اللي انا كنت حاطه فيها الزيتون. هعمل بقى فيها المحلول الملحي. معايا انا عامله لتر ونص ميه، لتر ونص. هحط طبعا في اللي هو عصر كيلو الليمون. طبعا لكل لتر ميه بياخد 3 معالق كبيره ملح، لكل لتر 3 معالق كبيره ملح. طبعا حاطه لتر ونص، بحط 4 ونص ملح. كل لتر ياخد معلقة كبيرة سكر، معلقة ونص سكر لكل لتر. يبقى كل لتر مية بيتحط له 3 معالق ملح كبار ومعلقة كبيرة سكر لكل لتر مية. الخل برضه بياخد، اللتر بياخد ربع كوباية خل. انا برضو هعير اهو، يبقى كل لتر ربع كوباية. انا حاطة لتر ونص يعني فوق الربع بشويه عشان يطلع مظبوط معاكم وما يتهرش منك. وابتدي اقلب المحلول ده. انا دوبت كده خلاص المحلول ده خالص، مبقاش في دوبت السكر والملح فيه. هجيب بقى برطمان ازاز كده، احلى حاجه في التخيل الصراحه الازاز، احسن من البلاستيك كتير. احط بقى من الخلطه الحلوه دي اللي انا عملتها. حط
تخليطه هو الزيتون. اهم حاجه اسيب الحته اللي فوق دي البوز ده كله فاضي، ما ملهوش قوي عشان ما يفرش مني. بعد كده احط عليه بقى المحلول اللي احنا عاملينه دوت. ما تكبسيش البرطمان قوي عشان خاطر الميه تبدا تنزل فيه. هو كده حلو جدا. الاتنين كيلو عملوا لي البرطمانين دول بالظبط، والمحلول طلع مظبوط بالظبط، اللي هو لتر ونص الميه طلع مظبوط بالظبط. باجي بقى في الاخر بعد ما كده قلت لك ما تعملهوش، ما تخليهوش للاخر، خلي كده فيه فراغات. بحط بقى عليه من وش كده، بحط له شويه زيت على الاتنين كده اهو من فوق. حط شويه زيت كده شويه تغطيه عشان ما يبص معاكي ولا يعمل الريم الابيض دوت. بعد كده بقى اروح جايه عشان اقفله، اجيب كيس ثلاجه كده واروح جايه حطاه وقفل عليه البرطمان من فوق كده اهو. انا قفلتهم كده حلو كويس جدا، بس سيبهم بقى لحد ايه ما يتخللوا خالص. يا رب تكون وصفة الزيتون النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.